اتكلم بنبرة حادة لان المكان ده هو اللي هنقتل فيه صحاب. سمعتوا عن وور زون اللي في مول مصر؟ المكان بيتبع تعليمات الوقاية والسلام وديكوراته حلوة جدا ان احنا نتصور جنبها، وفي كافي كورنر ممكن نقعد فيه ويت على ما يجي الجيم بتاعنا. عنده ثلاث انواع مهم الاس ام جي، وده اول مره يكون موجود في مصر، وليه فيتشرز مهمه وقويه قوي زي ان هو بيعمل فايبريشن لما بتضرب، ولما الطلق بتاعك بيخلص بتعمل ريلود. مساحه الحرب واسعه وفيها اماكن كتير نستخبى فيها. عندهم مودين للليزر فايت، دومينيشن، وتيم ديث ماتش، ولو مت دوس على الزرار اللي فات ده علشان تعمل لنفسك ريفايف، تعرف انك مت لما البندانه الحمراء بتاعتك تنور. عندهم تو مابس، الماب الاولى اللي هي ساحه الحرب ودي واسعه جدا، والساحه الثانيه اصغر شويه وهي ساحه الصين الشعبيه. دي عامله زي متاهه فيها اماكن كتير تستخبى فيها، اهم حاجه ركز ولازم تكون حركتك سريعه قوي علشان ما تموتش. الموضوع بيبقى ممتع جدا وكسر للروتين. ما تخافوش لان الحاجة بتتلم وبتتعقم اول باول. نيجي بقى للقسم التاني من المكان، وده هو اللي مبهج فعلا. هما جايبين ناس بروفيشنال قوي هيساعدوك وهيكونوا جنبك جدا في الفي ار، وعندهم الالعاب السيميليشن لذيذة جدا، فانت هتنبسط قوي انت بتاخد ستوري لصاحبك وهو عمال يصوت ويقع كده على الارض.